إذن متابعي ومتابعات قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذه البثة المباشرة هنا من مدينة أسفي. نحن حاليا متواجدين في السويقة بحي بيادة وسط المدينة. السلام عليكم سي عبد الواحد. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شنو المشكل ديالك سي عبد الواحد اللي خلاك أنا كتربط اتصال بقناة شوف تي في وبغيتي تصرح لنا بتصريح بخصوص هذه السويقة؟ بالفعل هناك مشاكل عديدة. هذا المشكل هذا اللي كنعانيو منه حنا من فوق 30 سنة. تخلق لينا هاد الزنقيه اللي هي حومه ديال السكان كما كتشوفوا، هذه هي الحومه ديال السكان مستغله من فوق من 30 سنه من طرف البائع كيسمو بائع متجول. هما ماشي متجولين، حنا كيفرشوا كيبقاو طول النهار. حنا عندنا مشاكل ليل ونهار، ليل ونهارا. نقول لكم ليستوريك ديال هاد لا 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 لا. السوق كيفاش تولى هاد السوق كيفاش تولى؟ كان سيدي في الاول بنوا لهم مارشي اللي هو راه في راس بيضل، كانت منظم خدام مزيان كل شيء بخير وعلى خير. فاذا بهم اللي سمعوا كاينين متطفلين وداك الشيء سمعوا بان منظم خدام ولاو كيجيو كيريحوا بجنبه، فهمتي؟ كيجيو من العروبيه كاين من كل جهه جا كيريحوا بجنبه. ملي كيريحوا بجنبه كيجيو المخازنيه عندهم حيدوا من هنا سيروا دخلوا ديك الدريبه. ملي كيخلوهم ملي كيدوز الباشا كيشوف يطلع وصل البلديه كيعيط للقيد كيقول اخويا عليه ديك الساعه كيجيو كيدخلوا معنا لهاد الدريبه. هذا الشيء غنقول لك في الثمانينات في التسعينات في التسعينات اكزاكتومون لي زاني 90. وحاولنا مشينا وكانوا منحاصرين غير هيها دوك هون. فاذا بي انا كان عندي واحد السفر لبرا داك الشيء الاخر، ملي جيت لقيت الوباء سميته انا وباء داع علينا بالدرب وكل شيء. هل يعقل حومه ديال السكان اللي عرضها 5 متر ولا شنو هي تكون مستغله من طرف؟ هادو ماشي دابا متجاوز، هادو دابا عندهم حوانت. ها هادو الناس عندهم حوانت. انا ما كندويش على الحوانت. خاصك تجي تشوف اللي كيفرشوا في الارض، راه كلشي كنفرش في الارض. يلاه يلاه حيدوهم غير دابا. جاوا قالوا لهم باش يحيدوا من هنا ما يبقاوش اللي عنده شي حانوت يدخل ليه، والفراشه ما يبقاوش يفرشوا. مره في الاسبوع يجيو يفرشوا. ها قبل ما تجي تشوف تي في؟ قبل ما تجوع قبل ما تجي تشوف بواحد هادي واحد الساعه الا ربع ولا ساعه ولا شنو هي باش قالوا لهم هادشي. هاد القرار اتخذ اليوم، قال لهم باش ما يبقاوش يفرشوا الفراشه غير اللي عنده شي حانوت يدخل ليه، ونهار الخميس هما اللي يفرشوا. هذا الشيء اللي كاين. حنا سيدي راه كنعانيو مشاكل لا بالليل ولا بالنهار. كان ديك الساعه من قبل من هاد كورونا راه كانوا الخضار كيجيونا ابتداء من وحده الليل جوج الليل، هما بات الصنادق علينا وكنخرجوا نهضروا معاهم وكيتحداونا. عاد هادوك ديال السوق عاد زيد سميتو هويا زيد ديال ملي كيسالوا تاديك الربعه ولا شناهي كيجوا صحاب السوق صحاب المارشي هنا صحاب القرو صحاب القرو، فهمتي؟ فهمتي؟ هذا هو سيدي. عينا درنا شحال من عريضه وعارضه درناها. اي مسؤول جا لهنا المقاطعه كنمشيو كيعطونا وعود بدون شيء. وانا كنتمنى بان هذا السيد اللي جا كنتمنى بانه راه غادي يخدم، وكنظن بان غيخدم. انا السيد راه معقول ومشهود عليه بالنزاهه ديالو الحمد لله اللهم لا الحمد. ايوا حنا كنتمناو حنا معاه يرقنا غادي يحيد لنا هذه المصيبه القحله هذه من هنا، وخصوصا في الظرفيه هذه ظروف صعيبه والاكتضاض والتجمع. ولينا دابا هنا كنعيشوا بحال غتكون عصابات هنا، بحال غتكون نقابات ولا شنو هما ضد كاع اللي كيشكي من هذا الشيء. وخير دليل راك شتي اش كيقول من اللي كيتمو دايزين مدفوعين من طرف اشخاص اخرين. وحنا هذه المساله ما غنسكتوش عليها، واخا غنوصلوا عليها المحكمه ونوصلوا عليها فين ما غنوصلوا. خاص هذا الشيء يحيد عنا من هنا، بغينا نعيشوا طبيعيين كجميع المواطنين. حقنا نكفلوا لنا الدستور ومحرمين منه. هذا الشيء لا يعقل، هذا لا 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 هذا راه انه منكر. نعم كتعرضوا لشي ضغوطات؟ ما سمعتكش. واش كاينين شي ضغوطات عليكم؟ بالفعل كاينين ضغوطات. كاينين ضغوطات من هادو اللي جالسين. عرفتي شنو؟ واش واحد جالس لك شحال من سنه هنايا؟ ملي غتجي غدوه تحيدو راه اشنو راه غتصبح لي انت اكبر عدو ليه. فهمتي؟ سمع. فهمتي؟ ونزيدك حاجه اخرى باش بغاو يحاربوني كيجيو كيقولوا بانني انا كنكري انا قدام. فهمتي؟ يلا انت كتسمع وخير الشاهد هو هذا. اسمع كونوا شاهدين شد عليه الله يخليك بغيت باش تتابعهم باش تتابعهم. يلا قلتها هذا، يلا قالتها هذا.
الحمد لله على اي واحد باش كان كل شي بلاصه فهمتي، والكريانه راه كيكرو هما كاملين. الحمد لله معروف في البلاد شكون انا، والحمد لله عندي رزقي بخير وعلى خير. الحمد لله الدار داري ما كاين ما والو، بخير وعلى خير فهمتي. وهادو اللي كيقولوا هكا لحقاش مستغلين باغي الفوضى. هذا اعتداء على الصحافه. لا خليه احنا ما ساكتينش على هادشي. اذا فعلا هاد السيد راه اذا هذه محاوله ديال الاعتداء. شوف كيرسوا في الجاج، كيرسوا في الجاج. هذا اللي كيضرب يورينا وجهه. والله يلعن عليه شد واو السلاح هنا وانا ليكم بالنصاب. القانون كاين مخزن كاين الحمد لله. اذا هادو ناس اللي مضرورين، اللي كانوا كيبيعوا هنا مستغلين فهمتي. احسن ناس تاع كنقيسوني باش نكمل لك نعطيك الحقائق كامله. واخا احنا غادي نكمل. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم فهمتي. إذن كلهم كنعرفهم. واحد خوف دابا باش سميتو بدارو كلشي ارفعوا بهم دعوه. انت وانا بجوج نشوفوا السيلو الدم هذا. العصابات هنا. اذا خاص السلطات المحليه، اذا نداء السلطات المحليه ومصالح الامن هنا في مدينه اسيو باش انها تجي تحرك تضبط هذه المسائل هادو، حيت ما يمكنش انها تكون. الله يخليكم. هاد السيبه هادي الشرطه تجي عندنا هنا لهاد الدرب راه فيه ولات فيه بحال عصابات. ولينا حنا كنتهاجموا في ديورنا، ولينا كنضربوا هانتوما الخضره ما عطيتش نقول شي. ولينا ليه هو بحال هذا شي كيتدخل. تا الله يلعن عليك شفت التصيره. ما تجاوبوش يا رحمه. اذا هذا الطيار عندك شي دخل هنا هذا عندك شي دخل هنا. اذا هادو للاسف خاص السلطات المحليه والسيد القائد هنا خاصو يتحرك. هاي ولا انا كنعيشو في قانون الغاب. هادشي اخويا خاصو يدوز اليوم. لا هذا ديزون ديريكت. سي بيان. راك ديزون ديريكت. الله يخليكم. السلطات المحليه كنطلبوا من الشرطه. تجي هنا. راه ولات عصابه عندنا هنا. هادو اللي مستغلين كانوا مستغلين الحومه عندنا هنا من غير نحيدو النار. مشينا نلقي داكشي باش نحيدوهم. هما ولاو كيهاجموني في داري. ها انتم ضربنا وكلشي. ها انتم كتشوفوا ها. وكل واحد كنعرفو بسميتو. وزايدين كيتهموني باشياء اللي ما كايناش. هما اللي كيكروا قدام ديالهم جا كيقول لك راه قدام داري كنكري. انا الحمد لله غاني نربي على كل شيء. هادشي الله. وكنوجه النداء ديالي وزير الداخليه. كنوجه النداء وزير الداخليه. كنتفجرك الله يرحم ليك باش دير لنا حل في هاد الدرب. ما يبقاش شي خضار نهائيا.
هما اللي الحمام تخصهم الرخص، مفروض الرخص، وتتعطى موافقة من طرف مال الدرب، الساكنة ديال الحي. حنا هادشي ما يبقاوش عايشين فيه، 30 ما يفوق 30 سنة حنا في هادشي. طون ديال العريضات، أي عريضة درناها كتجي كتلاح. ملي كدير العريضة، ملي كندير العريضة ما كيديروش حتى لا كيزي دو ريسبسيون. كيقول لك لا ما كنديروش لا كيزي دو ريسبسيون. فهمتي؟ كيخليك كنقول معانا وبالفعل وبالفعل هنا هادشي دابا وقفنا عليه خاصو يحيي لينا، خصوصا بهاد الظروف، هاد جائحة كورونا. حنا راه في خطر، هنا في خطر، الاكتظاظ هنايا بزاف كيكون خايبين. على الاخر نخرج تجي تقدا شي حاجة، تدخل خير المرض الولاد تقتلهم، فين غنعودوا؟ اش من حياة تبقى لينا ديك الساعة؟ وانتم كتشوفوا بأننا كنتعرضوا الآن، باقي الآن كنتعرضوا بالتشير، كيشيروا مطيشة بكلشي لهم. انتم كتشوفوا هادشي، الله يخليكم، الا كتشوفوا مباشره صيفطوا لنا الضويين هنا اللي خارجين على القانون هنا. انت سيتا شفتوا كلشي على عينيك، وهاجموك انت، انت هاجموك. نشوفوا هادشي، المواطن عطاو حقه، عطاو من الاسواق النموذجيه ديالهم، ولا بغيتو يحيدوا لنا؟ بالفعل بالفعل عطوهم، حنا ما قلناش لا، هي البغريين يعاونوهم، عاونوا البغريه وقفوا معاهم. اي عطاو السوق النموذجيه باش يحيدوا من هنا بالساكنه. السوق النموذجي منين انت هو مسدود؟ السوق النموذجيه منين انت هو مسدود؟ علاش ما يدوهمش ليه؟ علاش ما يعطيوهمش ليه؟ خاص المسؤولين يحلوا هاد الاسواق النموذجيه باش يترحلوا هاد الناس. انا راه كاين كل واحد هاد 6 ناس 7 10 ناس، كل الله يكون في عون كل واحد. انا ما كنطيح، الله يكون في عون كل واحد، الله يكون في عون المساكن. انت راه عندهم اسر وداكشي، ولكني كنطلب من السلطه دير لهم حل، تعطيهم، تفتح لهم صندوق النموذجي. ماشي السوق النموذجي، انا ما فهمتش علاش مشلول. الكورس عطاوه وهنايا حابسينو، علاش؟ علاش؟ مخليينهم الناس في الزنقه. عطوهم يحلوا لهم ذاك المارشي النموذجي، عطوهم يدوا الناس ليه.